ازيكم وعاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو برضو مختلف جدا. النهارده هنعمل تجربه جديده مع اكل الاجانب. في الحقيقه انا حبيت الموضوع جدا، وخصوصا بعد رد فعلهم الجميل جدا. هنعمل معاهم كشري مصري. تخيلوا كده لما ياكلوا الكشري بالعدس والصلصه الجميله جدا والبصل المقرمش وكمان شطه ودقه، متخيلين رد فعلهم هيكون ايه؟ انا برضو هخليهم يساعدوني في تقطيع البصل وفي تحميره، وان هم يعملوا الدقه وهيعملوا كل التفاصيل معايا. تخيلوا رد فعلهم ايه؟ انا متاكده ان هم هيحبوا الموضوع قوي وكمان هيجربوه تاني. استنوني هوريكم كل التفاصيل لحظه بلحظه، خليكم معايا. وصلنا المكان اللي هنعمل فيه الكشري الفظيع. هوريكم المكان اللي هعمل فيه، وطبعا كالعاده اخدت ادواتي عشان اطبخ فيها، وكمان هخليهم يشاركوا معايا. هوريكم لحظه بلحظه، خليكم معايا. تعالوا كده. وصلنا المكان، وصلت كمان المطبخ اللي هطبخ فيه. بصراحة المطبخ ده انا معجبة بيه جدا، لانه فيه كل الادوات اللي هحتاجها. ادي كده الادوات المطبخ، ودي كل الحاجات اللي انا محتاجاها. ادي كل الحاجات اللي انا محتاجها. هنبدأ بقية التجهيز وهوريكم كمان. بصوا، ادي البصل، وادي المكرونة، والعدس، وكل الادوات. خلاص الكشري جاهزة، هنعمل كل حاجة وهوريكم هنعمل ايه بالظبط، خليكم معايا. وخلاص كده لبست المريالة بتاعت المطبخ وحضرت نفسي ومستنياهم يجوا. وفي الحقيقة عددهم النهاردة مفروض ان هم 10، بس حضر 2 دلوقتي ولسه الباقي جايين في الطريق. مستنياهم وهنشوف هنعمل ايه. عشان يبقوا عارفين احنا هنطبخ ايه، وديناهم وهنخليهم يساعدونا دلوقتي. يلا هنبدا دلوقتي حالا، خليكم معايا.
اخيرا استوى اكله بعد ما سيبته ساعه ونص في التحضير. دلوقتي الرز خلاص استوى يعني بنسبه 95%، بس خلاص عشان ما فيش وقت السيشن قربت تخلص لازم نبدا نجرف، وهوريكوا ازاي هنجرف الرز وهوريكوا ازاي وهما بياكلوا هينبهروا. Koshari together. Can I ask you about your opinion? Do you love koshari? Yes. Do you love koshari? Do you love koshari? Thank you for having me to make koshari. I think you're gonna try it again at home. Oh, good experience. Thank you so much. بعد الكشري الرز بلبن الخطير ده عملته في البيت، هنزل لكم وصفه ليه قريبه ان شاء الله تعجبكم. Do you love rice pudding? يو اوه ثانك يو. خلصت وصفه النهارده، اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، وصفه الكشري مع الاجانب خطوه بخطوه ورد فعلهم الجميل جدا، وفي الحقيقه هم كانوا منبهرين بالكشري وكتير منهم قالوا ان هم يجربوه في البيت. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم قريب جدا على خير. يا ريت لو عجبكم فيديو النهاردة تدوسوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة تحت اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله. باي باي.